قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس. نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المواقف التي نتعلم منها أن رجلا جاء إلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنه وقال له: جاء أناس يخطبون ابنتي، فلمن أزوجها؟ قال: زوجها التقي، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري وقال له: جاء أناس يخطبون ابنتي. جه الغني وجه الوزير وجه ابن العمدة وجه صاحب المنصب وجه وجه وجه، أجوزها لمين؟ وجاي بيسأل رجل الدين، رجل العلم في زمانه، الإمام الحسن البصري، فقال له: زوجها التقي. لفت نظرا عن كل أسباب الدنيا ومظاهرها وقال: زوجها التقي، وعلل ذلك بهذه الجملة: إنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. يعني في رادع، في مرجعية، في إنسان وقاف عند حدود الله تبارك وتعالى. إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. الذي سيحمله على ذلك هو دينه وتقواه لله سبحانه وتعالى. لكن إذا لم يكن هناك دين، إذا لم يكن هناك خوف من الله تبارك وتعالى، هتكون نتيجة كما يقال: خاف الله وخاف ممن لا يخاف الله. تخاف من ربنا وتخاف من اللي ما بيخافش ربنا، لأن اللي ما بيخافش ربنا لا يرعوي ولا ينتهي عن أن يظلم ويسرق ويهضم حقوق الآخرين وينال ما ليس له حق فيه، لأنه ما عندوش رادع. إنما الإنسان التقي، الإنسان المؤمن، عنده مرجعية، ربنا سبحانه وتعالى علمه: فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، في حدود. فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. في واحد بيمسك امرأته وهي لا تريد، إضرارا بها وظلما لها. القرآن قال: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. أو تفتكر أنك حين تظلم امرأتك أنك تظلمها، أنت تظلم نفسك، وعائد هذه السيئة عليك. ومن هنا فإن الواجب على المسلم أن يبحث عمن تتوفر فيهم هذه الصفة، ليجعل هذا الشخص أمينا على ابنته أو أخته أو من ولاه الله تعالى أمرها. يبحث عن الأتقياء. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال للرجال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نحن بهذا نعلي من قيمة الدين ونرفع قدره، ونبحث عمن إذا نسينا الله ذكرنا، وإذا ذكرنا الله تعالى أعاننا. فجزى الله أئمتنا خيرا عن توجيهاتهم وحسن أدبهم ونصحهم وأمرهم ونهيهم فيما فيه خير لنا في ديننا ودنيانا وأخرانا.
طيب حتى لا نطيل عليكم نبدأ في الإجابة على أسئلة حضراتكم. بيقول ما حكم تجارة السيارات المستعملة يكون فيها عيوب بيصلحها ثم يبيعها؟ من الواجب ومن الأمانة أن أبين ما في هذه السلعة من عيب. أنا لاحظت إن في ناس بتجيب عربيات ربنا عافينا عافيكم بتكون مقلوبة تكاد تكون منتهية وبيجيبها وبعدين يصلح ويضبط وسمكر ويجيب أبواب من هنا ومن هناك وبتاع ويعمل عربية من عدم من لا شيء. طبعا مثل هذه السيارة كنها إن قلبت وحدث لها ما حدث بيقلل من كفاءتها ويحط من قيمتها. فأنا لما أجي أبيع سيارة بهذا الشكل وأنا على يقين من إنها ما تستاهلش الثمن اللي أنا بطلبه فيها هبقى أنا كده بغش. إنما الأمانة تقتضي أن أقول ما في السيارة من عيب أنا قمت بإصلاحه. ويبقى في الحالة دي ها يعني فيه وضوح فيه شفافية فيه شفافية ها فيه صدق فيه أمانة. وبعدين زي ما دايما العبارة اللي بنقولها اجعل نفسك مقياسا بينك وبين غيرك فلا تظلم كما لا تحب أن تظلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك وأحب للناس ما تحب لنفسك وأكره لهم ما تكره لنفسك. حط نفسك مكان هذا الشخص وقول له والله العربية دي كان فيها مشكلة كذا وإحنا صلحناها وهذه قدامك بعيوبها بمميزاتها تستاهل 10 قروش يبقى أنت جزاك الله خير وربنا هيبارك لك. ها والحديث يقول كده فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. نقول تاني الحديث يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. أظن الكلام واضح. صدق وبين وصدق كتم وإيه وكذب. فإن بينت وصدقت فقد خرجت من العهدة. واحد بيسأل بيتمنى أن يطلق لحيته لكن ظروف عمله بتعاقب على ذلك. أن قد يكون واحد في جيش ولا يسمح أو لا يسمح بإطلاق اللحية داخل هذا القطاع. احنا بنقول هنا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الآية القرآنية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لما سيدنا عمار بن ياسر اضطر تحت وطأة التعذيب أن يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام وبعد ما أفلت منهم راح للنبي وذكر له ما حدث قال إن عادوا فعد. فالآية بتقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان هناك اضطرار فربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويعفو عنا وعنكم وإن شاء الله ما فيش مشكلة تحت هذا الاضطرار. بتاخد من مال جوزها دون علمه وبتصرفه على الأولاد والبيت. هو بينفق عليهم بما يريد والاشياء الضرورية واللازمة يطنشها للعبارة اللي كاتبينها حتى لو كان الطعام او منظفات مع انه غني. عندنا قصة حدثت في هذا ان امرأة اسمها هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان رضي الله عنهم جميعا فقد اسلموا وحسن اسلامهم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. إن أبا سفيان رجل صحيح شحيح لا يعطيني ما يكفيني يعني هو بيعطيها بس ما إيه ما لا يكفيها. فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. يبقى لما أخذ بالمعروف دون زيادة عليه
وما يحقق الكفاية. أما ما يزيد على ذلك للتوسع بقى والترفه نبعد عن هذا. لكن إذا كان الزوج بخيلا وعنده قدرة على الإنفاق وربنا قال له كده لينفق ذو سعة من سعته، أنت ربنا موسع عليك يا أخي، وسع على أولادك وسع على بيتك، ها هتحوش لمين؟ مال الكنز للنزه كما يقولون، يعني هتجمع وفي النهاية كله هيتبعتر وكله بعد كده هيورث. ها والإمام علي يقول: عجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. ليه البخل؟ ليه ما تعملش باللي قال عليه ربنا؟ ربنا وسع عليك، وسع على أولادك، خيركم خيركم لأهلي، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه إلا على قده وإمكانته محدودة فلينفق مما آتاه الله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فقال في السعة ينفق، وقال في الضيق ينفق، وكل على حسب طاقته وقدرته. فإذا كان الزوج بخيلا ولا يعطي أولاده وزوجته ما يكفيهم، جاز لها أن تأخذ ما يكفيهم دون زيادة عليه. طيب، هل لبس البنطلون يعتبر إسبالا ويجب أن يطويه فوق الكعبين أم لا؟ أولا ناخد بالنا أن العلة في تحريم إسبال الإزار إنما هو الكبر، إنما هو الخيلاء. والأحاديث وضعت هذا القيد: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وخيلاء في اللغة العربية بيقولون عنها مفعول لأجله، يعني الدافع لي، ها السبب هو ايه؟ الخيلاء. بينما رجل يجر إزاره من المخيلة خسف به، فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالكبر هو السبب، هو السبب. تعال بقى خلي واحد يرفع إزاره لفوق ويتكبر، يتكبر وقد رفع إزاره فوق كعبيه، المذمة تلحقه، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طيب واحد ما بيجرش إزاره، لا ده إزاره يغطي لكن ليس من الكبر، لا بدافع الكبر، نقول له: ها هذه ليست كبيرة وإن كان الأفضل ألا تتشبه بالمتكبرين. سيدنا أبو بكر عندما قال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن إزار يسترخي مني إلا أن أتعاهده، قال: أنت لست ممن يصنع خيلاء، أنت لست ممن يصنعه خيلاء. فإذا انتفت نية الخيلاء يبقى ما نقدرش نقول ان صاحبها تلحقه العقوبة ان من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله اليه مثلا، او هو يتجلجل في الارض الى يوم القيامة وقد خسف به. لا، ومع ذلك بنقول لو الواحد اراد ان يكون موافقا في لبسه وسمته بهدي النبي عليه الصلاة والسلام يبقى يرفع الى الكعبين ولا يزيد عليهما الى اسفل، عشان ما يتشبهش بالمتكبرين، لا يتشبه بالايه؟ بالمختلين. ده اللي ينبغي ان يكون في هذا الموضوع. وانا هنا بنبه على نقطة، اني بأجد بعض الناس لابس بنطلون ويجي داخل المسجد، فلما يجي ينتظم في الصف تلاقيه راح رفع البنطلون بتاعه. ليه يا عم؟ يقول لك: ان الله لا يقبل صلاة مسبل، إن الله لا يقبل صلاة مسبل. هل المقصود صلاة مسبل في حال الصلاة، ولا مسبل إزاره بصفة دائمة؟ مسبل إزاره بصفة دائمة، فأنت تدخل إلى الصلاة وعلى هيئتك التي أنت عليها صلي، لكن عشان تيجي ترفع بنطلونك
وتتنيه دي مسألة يعني خلاف الهدي. وإنما اللي لا تقبل صلاته حين أسبل إزاره هو الإنسان الذي أسبل إزاره في كل حياته خيلاء وكبرا وعجبا. هتيجي تقول بس الأحاديث أطلقت قالت والمسبل إزاره، إن الله لا يقبل صلاة مسبل ما زاد عن الكعبين فهو في النار. نقول إنه القاعدة إنه إذا كان في حديث مطلق وحديث مقيد فإنه يحمل المطلق على المقيد، وقد قيدت أحاديث أخر بأن من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه، فيحمل هذا على ذاك والله تعالى أعلى وأعلم. امرأة متزوجة من رجل ولديه بنات من زوجة أخرى، فهل أزواجهن محرم لها؟ لا، ليسوا محارم لها، دول أزواج بنات لامرأة أخرى. امرأة أخرى ما همش أزواج بناتك، إنما مين اللي يحرم عليهم أو يكونون محرما لها؟ أم زوجته. ها يقولوا كده الآية حتى القرآنية، ها وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. فيحرم بنت الزوجة ويحرم أم الزوجة، والقاعدة أن العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فأنت في موقعك لست أما لهؤلاء البنات، وبالتالي هؤلاء الأزواج لهؤلاء البنات ليسوا محارم لك والله أعلم. حكم إخراج المني عن طريق العادة السرية لعمل أطفال الأنابيب، يعني هو من الممكن جدا تتم معاشرة ما بين الزوج والزوجة، ما بين الزوج والزوجة معاشرة كاملة، ويجمع السائل المنوي في لحظة نزوله ويذهب به ويؤدي هذا، فإذا تعذر فليكن ذلك برضو عن طريق اشتراك الزوجة مع زوجها حتى لا يقع الإنسان في مسألة الاستمناء، إنما بيد الزوجة أو في معاشرة لها، فإن شاء الله ما يكونش فيها حاجة إذا تمت بهذا الشكل. يعني هل صلاة الوتر تقضى؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من الليل قضاه فيما بين طلوع الشمس حسناء، يعني بعد ربع ساعة إلى صلاة الظهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فات ورده من الليل اللي هو قيام الليل ومنه الوتر، ممكن جدا يقضى فيما بعد صلاة الضحى إلى ما قبل الظهر. بتسأل بتقول أخذت من وراء زوجها مبلغ وقال لي أخذت المبلغ وكذبت، وقلت له لا، فظل يبحث والآها في حقيبتها، وجد هذا المال في حقيبتها، فقالت له سامحني وتبت، عاقبني ويقطع ايدي وخش بكتي وكل حاجة واضربني، والله انا غلطت سامحني، والله تبت، فما الحكم؟ يعني هذا مال يخص الزوج. طبعا خدوا بالكم الكذب خيبة، الكذب خيبة كبيرة، انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، والكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الى الفجور. الفجور كلمة جامعة لكل الوان الشر، اذا اعتاد الانسان الكذب كل سنة وانت طيب، في حين يقول سيدنا علي علم ولدك الصدق والصدق يعلمه كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام ان الصدق يهدي الى البر. يبقى عايز العمل الصالح طريقك اليه البر، العمل السوء بكل الوانه واشكاله يدفع اليه الايه؟ الكذب. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا علم عن احد من اصحابه كذبا
لا يزال في نفسه منه شيء حتى يعلم أنه قد أحدث من هذا الكذب توبة، فهو ذنب كبير وأمر ليس بالهين إن واحد يعتاد الكذب. من الممكن جدا حتى وإن كان الكذب فيه منجاة والصدق فيه هلكة، إلا أن المسلم يلجأ دائما وأبدا إلى الصدق حتى وإن رأى فيه الهلكة، ويتجنب الكذب حتى وإن رأى فيه النجاة. هذا هو منطق الإنسان المسلم الذي تعامل مع الله سبحانه وتعالى. كونوا، قال تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. طب افرض حدث بقى ان واحد مد ايده وخد وبعدين اكتشف كذبه وقال تبت وندمت ومش هعمل كده تاني، ها طيب والله ربنا قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالتوبة بإلحاح وصدق وإخلاص وإنابة وبكاء وتضرع لله سبحانه وتعالى إذا صدق صاحبها فيها وقد رد المظالم إلى أهلها، إن شاء الله تعالى يقبل الله تعالى توبته، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. بيقولوا يعني طبعا احنا بنعتذر عن الإجابة عن الأسئلة التي تتعلق بموضوع الأحلام في النوم. يعني في سؤال هنا، رأيت في الحلم ناس بيقولوا ان ده قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فما تفسيره؟ أنا لست ممن يفهمون في تفسير الأحلام فنعتذر عن هذا. طب هل لبس الجوارب فرض في الصلاة؟ ليس فرضا. عورة المرأة في الصلاة جميع جسدها فيما عدا الوجه والكفين، فيما عدا الوجه والإيه والكفين، يبقى لا ليس بالضرورة وليس لازما أن تلبس المرأة في صلاتها قفازا، ها أو الجوارب، معذرة هي بتسأل عن الجورب، الجورب اللي هو في الرجلين إنما القفاز في الإيدين. يبقى عورة المرأة جميع جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، إنما القدمين والسؤال اللي بعد كده عن ظهور القدمين بالنسبة للمرأة في صلاة حرام. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار؟ قال نعم إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال نعم إذا كان الدرع العباءة أو الملحفة التي تلبسها، ها إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يبقى ما تكشفش رجليها في الصلاة، وإنما ينبغي أن تغطيها بإسدال ثيابها عليها أو لبس الجوارب لها، والله أعلم. لا إله إلا الله. طيب حدث أن وقع رجل وامرأة في معصية الله سبحانه وتعالى نتيجة خلوة، حدث معصية، حدث لقاء في الحرام. طيب وبعدين أرادوا أن يصلحوا من خطيئتهم، أرادوا أن يصلحوا من خطيئتهم فتابوا إلى الله واتجوزوا، تزوجا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورزقا بطفلة. ما حكم الدين والشرع في هذا الزواج من حيث الزوجة والطفلة؟ طيب أولا الحرام لا يحرم الحلال، الحرام لا يحرم الحلال. يعني ايه؟ عندما وقع الانسان في المعصية مع امرأة هذا حرام وهذا ذنب وهذا اثم يجب ان نتوب ونستغفر ونلوذ بالله سبحانه وتعالى ونعتذر الى الله ونستشعر الخطيئة والندم بكل الالوان والاشكال لانه ده ذنب كبير جدا،
ذنب كبير جدا. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلابد إذن من أن نتوب إلى الله توبة نصوحة وأن نصدق مع الله عز وجل ونعتذر إلى الله عما حدث. طب هل الحرام اللي حدث ده يمنعنا إن احنا نتجوز في الحلال؟ ما يمنعش. الحرام لا يحرم الحلال. إن يقول لك إن ماء الزنا مهدر، ماء الزنا ملوش قيمة، لا يترتب عليه تحليل ولا تحريم. وإن شاء الله تكون الفتاة جاءت من المعاشرة في الحلال فتكون إن شاء الله طاهرة وزكية إن شاء الله تعالى. والسؤال اللي بيقول: ما حكمه بالنسبة للزوجة الأولى بما مش عارف إيه؟ أنا ما يعني، هو إذا كانت هناك زوجة أخرى خلاف التي تزوجتها فأنت مطالب شرعا بالعدل فيما بينهما بما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى. ها، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فلا بد من أن يكون هناك العدل فيما بينهما، والله أعلم. طالبة منتقبة ولكن عندما تذهب إلى المدرسة بتخلع القفازين لكي تكتب مع العلم أنه بيدرس لها رجال، فهل هذا من التبرج؟ لا، ما يعني لا تصل إلى درجة التبرج. التبرج إظهار الزينة، إظهار المرأة لزينتها ومفاتنها واختلاطها بالرجال الأجانب، هذا هو الذي يسمى بالتبرج اللي قال عليه ربنا: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. لكن لجوء المرأة إلى أن تستر يدها وأن تستر وجهها هذا مزيد قرب ومزيد فضل ومزيد تمسك، فيعني ما يسماش تبرج. وبعدين يعني اضطرارك إلى خلع أحد القفازين لأجل الكتابة إن شاء الله تمشي المسائل وما يكونش فيها مشاكل إن شاء الله. لو واحدة أجهضت نفسها وهي تجهل الحرمانية، أجهضت نفسها في شهرين، هذا قتل نفس، هذا قتل نفس يستوجب الدية ويستوجب الكفارة. الإجهاض، تعمد المرأة أن تجهض نفسها ولو في شهرين أو أقل حتى من شهرين، هذا إجهاض يستدعي كفارة بصيام شهرين ويستدعي فدية أو دية تدفع لورثة هذا الطفل دون أمه التي قامت بهذا. وإذا كان أبوه ساعد على هذا لا يكون له أيضا شيء في هذا، لأنه يعتبر قاتل هو وتلك المرأة. ده إجابة عامة وباختصار. يوجد الآن ما يسمى بالحقن المجهري، الحقن المجهري، وتحديد نوع الجنين من ذكر أو أنثى حسب رغبة الوالدين. هل هذا جائز؟ وهل يجوز الزوج أن يمنع زوجته من هذا الحق ولا يسعى في الحصول على الذرية مع المقدرة المالية؟ ما يسمى بالحقن المجهري ما بين الزوج والزوجة هذا أمر مشروع، لأنه عبارة عن توصيل حاجة يصعب وصولها من الزوج إلى زوجته، في عقبات، في مشكلات، في حوائل وموانع تمنع من وصول حوائل المنوي إلى البويضة. فهو بيعمل عملية زي عملية كوبري، يجيب ده ويقرب المسافة بينهم وبعدين يدخل البويضة بعد حقنها بالحيوان المنوي إلى الرحم. هذه عملية طالما بين زوج وزوجة في زوجية قائمة، زوجية قائمة مش طلقوا ولا الزوج مات، لا دي زوجية قائمة بالفعل، فهذا مشروع ولا شيء فيه إن شاء الله تعالى. وأما تحديد نوع الجنين من ذكر أو أنثى فهذا تدخل في شيء يؤدي إلى إفساد الكون، يؤدي إلى إفساد الكون من حولنا. ربنا عز وجل حدد الأنواع بأعداد ومقادير وأصناف وما إلى ذلك حسب علمه هو. أي تدخل عشان نضاعف عدد الرجال أو نضاعف عدد الإناث يؤدي ذلك إلى فساد الكون. وعندكم تجربة في الصين على سبيل المثال، بيسمح للواحد في المدن بأنه يخلف واحد وفي القرى يخلف اثنين، فالناس بدأت ايه، مفيش الا واحد او مفيش الا اثنين،
يوم يعرفوا نوع الجنين بنت يقتلوها يجهضوها، يعرفوا نوع الجنين ولد يستمر الحمل، وبالتالي زاد عدد الرجال بشكل كبير وقل عدد الإناث. ها، فحدث اختلال، اختلال في الكون. فمثل هذه المسائل تؤدي إلى الإفساد، والذي يهب ذكورا أو إناثا إنما هو الله سبحانه وتعالى. وقد قيل لأحد السلف: إذا وكل إليك الأمر لتختار فماذا أنت مختار؟ قال: أختار ألا أختار، أختار ألا أختار، لأن الله قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فمن هنا نترك أنفسنا لله سبحانه وتعالى ولا نتدخل في أمر تحديد جنين ذكر كان أو أنثى. طيب، معنى الصلاة. السلام عليكم. الله وبركاته. تفضلي يا أخت، تفضلي سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. كده عايزة نسأل على حكم شرك البهايم، بهايم الشرك ازاي صورتها، بتعملوا ايه يعني؟ يعني بنكتب ورقة شرك بالمبلغ الاساسي. ايوة. مثلا باربع تلاف، بيتين الاربع تلاف ثابتين، والزايد بعد كده فيما بعد لو حبينا نبيعها بيبقى لي النص الزايد، واللي هي بتنجبه بتنتجه بناخد انا النص وشريك النص، بس اللبن بتاعها ليه هو. فالحكم بقى ايه؟ يعني هو بينفق عليها مأكلا، هو بياكلها مأكلا ومشربا وكل شيء. ماشي ماشي، حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه اتفضلي. ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. كنت عايز احضرتك سؤال بعد اذنك. اتفضلي. انا دلوقتي مدرسه لغه عربيه ودين. ايوه. في المدرسه وبس بشتغل بالعقد. ايوه. فبعتوا لنا قرار قالوا لازم نقلع النقاب والا يتلغي شغلنا خالص، نقعد في البيت. فانا مش عارفه اعمل ايه، اروح الشغل ولا اقعد في البيت ولا اعمل ايه، وانا الشغل ده انا محتاجه له. فممكن حضرتك تقول لي؟ حاضر حاضر. طيب، معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل يا اخي. الو. ايوه اتفضل سؤالك. لو سمحت والله. اولا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا عندي. يا ريت تحط صوت التلفزيون بعد اذنك. ماشي، حاضر. حاضر حاضر. من فضلك اشتد يا شيخ. ايوه. انا حلفت وقلت لمراتي في يعني ما رضيتش احلف بالطلاق لان انا حلفت قبل كده مره، فخفت انها تكون يعني احلف المره الثانيه، فقلت لها يحرم عليكي يحرم علي عشتك معايا بعد كده. فما الحكم في ماذا تعني بهذه الكلمه؟ تعني اظهار يعني. ماذا تعني بها؟ كنت ماذا تعني؟ والله انا طبعا كلمت. برضه صوت التلفزيون عالي، صوت التلفزيون عالي، عامل صدى مخلينا مش سامعين. احنا نسمع من التليفون بس، اللي يسال سؤال يكلم التليفون. طيب، السلام عليكم. معنا اتصال. اتفضل يا اخي، اتفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا عم الشيخ. اتفضل. ليه سؤالين عند حضرتك بس لو سمحت. اتفضل. السؤال الاول، اللي ما كنت موجود في مكه وحبيت اعمل عمره، مش ممكن اعملها من التنعيم؟ ان شاء الله. انت من اهل مكه ولا من خارج مكه؟ انا من خارج مكه ومسافر للسعوديه مثلا، عملت حج وعايز اعمل عمره. طيب، حاضر. بعد الحج. حاضر. السؤال الثاني، التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي. ايوه. حرام. حاضر ماشي. حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي سؤالك. الصوت واطي خالص. اتفضلي كلمي سامعينك. طب السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. والله في كده موضوع عايز اقول لحضرتك عليه. من النت انا كان عندي اشتريت حته ارض وبنيتها شقة، فكان ايه يعني قبل ما اشتريها كنت في حجرة وصالة بس،
فزوجي سافر وبعت لي فلوس وقال لي خدي شقه. طيب بدل ما خدت شقه رحت خدت بيت في وضع يد كده وعملت وقعدت فيه انا واولادي. اه وبعت يعني الذهب بتاعي وكده وخدت. هل البيت دوت من حق مين؟ عشان هو عنده زوجه تانية مطلقه ومعاها من عيال. لكنه شارك معك في البيت. نعم هو دفع لك جزء من الفلوس يعني. ما دي الفلوس اللي اداني دي قال لي خد شقه. رحت ادور على شقه بالثمن ده ما لقيتش. فرحت واخده الارض دي وبعت ذهبي وذهب عيالي واشتريت الارض دي وعملت شقه ليا انا واولادي. حاضر ماشي ماشي حاضر. طيب بالنسبه معنا اتصال اخر. السلام عليكم من المانيا. الاخ هشام. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. تفضل سؤالك. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا متزوج في المانيا وزوجتي عربيه وانا عربي يعني مسلمان. مخطط. طيب بالنسبه لسؤال الاخت الاول التي تقول بانها تشارك على بهيمه تشتريها، تشتري مثلا بهيمة بألف جنيه بألفين جنيه بثلاث آلاف جنيه، السعر الذي تشتري به السعر الذي تشتري به تأخذ هذه البهيمة وتعطيها لآخر شركة فيما بينه وبينها بحيث ان هو ينفق عليها يربيها ويسمنها ويستفيد بلبنها، فإذا بعد سنة اتباعت ها إذا اتباعت يبقى في الحالة دي ها الذي زاد عن المبلغ الاصلي مناصفه او بنسبه معينه. هذه ان شاء الله شركه ان شاء الله تكون حلال ما فيش فيها مشكله. طيب مدرسه اللغه العربيه والدين اللي بتخلع النقاب تحت ضغط المدرسه. طبعا انا اسف جدا وانا يعني حزين ان يكون في مجتمعاتنا من يسلك مثل هذه المسالك في حين تترك الفتاة المتبرجة والعارية واللي بتلبس المحزة والمقمط واللي حاطة المحمر والمشمر وماشية براحتها وعلى حل شعرها، ولا حد بيقول لها انت بتعملي كده ليه ولا تلبسي كده ليه ويتلمي ولا عيب عليكي ولا اي شيء. لا دول نضرب لهم تعظيم سلام وندخلهم المدارس ويدرسوا ولا حد بيقول لهم اي حاجة. اما ان تأتي امرأة ترتدي ازارا ورداء واسعين فضفاضين وتصل الى ما هو ابعد من ذلك تغطي وجهها وكفيها التزاما وحبا لله ولدين الله، نقول لها لا لازم تكشف وشك ولازم مش عارف ايه. هذا كلام غريب كلام غريب، ومن يفعل ذلك انما يدعو الى فتنه. يا اخي اعتبرها من قبيل الحريه الشخصيه ان كل انسان حر فيما يلبس، واذا كنت تشك في كونها هي دي صاحبة دي المدرسة اللي عندك ولا لا عندك اي حد من السيدات يمكن ان يكشفها ويتعرف عليها، ده لو المسألة بشكل ده. لكن المسألة ما هي الا تعنت وتزمت في غير موضعه. انا رأيي الشخصي اذا امرأة وجدت نفسها في جو بهذا الشكل تبحث عن بديل اخر تحافظ فيه على نقابها وعلى التزامها، اولى لها من هذا المكان. وربنا عز وجل قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويعني بنسأل الله تعالى الهداية لإخواننا المسؤولين عن الأماكن والمصالح إنهم ما يضغطوش على الناس. حرام حرام ربنا حسبهم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمن قبيل المحافظة على السمت الإسلامي وعلى الصورة الكريمة للمرأة المسلمة المتعففة المصونة المحترمة ينبغي علينا أن نترك كل واحدة بحريتها. يا سيدي أنت ليك إيه مدرسة في مدرستك إلا إنها تؤدي عملها بانتظام وتحافظ على نفسها تحافظ على طلابها وما إلى ذلك، وإلا هتروح تجيب لهم واحدة متبرجة يقعدوا يتفرجوا عليها ويسيبوا. يعني وضع غريب. نسأل الله الهداية للجميع. اللي قال لمراته تحرم علي عيشتك وكلام زي كده في الحاله دي احنا سالناه لكن للاسف ان صوت التلفزيون كان عالي فما سمعش سؤالنا.
هذه الكلمة إذا قصد الإنسان بها طلاقا فهي طلاق، وإذا قصد بها ظهارا فهو ظهار. إذا قصد بهذا ظهار فهو ظهار، يعني لا يقرب امرأة ولا يمسها إلا بعد صيام شهرين متتابعين قبل أن يمسها، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكين، إن كان ينوي بذلك تحريم جماعها كأمه. وإن كان لا يقصد لا طلاق ولا ظهار يبقى في الحالة دي هيكفر عن يميني بإطعام 10 مساكين إذا كان لا ينوي لا تحرمها طلاقا أو ظهارا. والعهدة في هذا على الشخص نفسه والنية التي كان ينتويها. بالنسبة لمن هو في داخل مكة ذهب لأداء الحج، مثلا واحد عمل مناسك حج وأراد أن يضيف إلى هذا الحج عمرة، سيدنا النبي عليه السلام عندما دخلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأدت مناسك الحج وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يرجع الناس بعمرة وحج وأنا أرجع بحج فقط، لأنه كان فاجأها الحيض فلم تستطع أن تؤدي العمرة مع الناس، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يأخذها ويذهب بها إلى التنعيم وتحرم من خارج حدود الحرم. فأقرب الأماكن اللي هي أدنى إلى الحل أدنى إلى الحرم هي التنعيم، تخرج إلى التنعيم وإن شاء الله تبارك وتعالى تؤدي العمرة أو تنوي العمرة من خارج. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك. أنا متزوجة ومتأجرة شقة. وبعدين بقول لجوزي احنا واخدينها غصب عنك، فقال لا مش حاجة، مفيش حاجة غصب عني، عليا الطلاق ان سكتتي ما انت داخليها. هي فانا مش سكتت، قعدت اتكلم، فهل يا شيخ دي تحتسب طلقة؟ حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي سؤالي. طيب يا شيخ، هو كان في معهد الاورام اماكن هناك بيحطوا الاموال الزكاه او كده علشان يدفعوا اجر الدواء وللمحتاجين هناك، والحقيقه في هناك اطفال يعني حالتهم صعبه جدا يعني، بس في بعض منهم يعني نسبه قليله منهم من اهل الكتاب، هل يجوز ان احنا ندفع مصارف الزكاه في هذا المكان؟ حاضر. سأل الأخ بتاع السؤال رقم 4 كان بيسأل أيضا عن الصور الفوتوغرافية، ما حكمها؟ ما لم تشتمل الصور على مناظر فاضحة أو أشياء غير جائزة فهي عبارة عن حبس ظل. واحد بيبص في المراية، المراية متحركة، الصورة إيه؟ ثابتة، الصورة ثابتة، المراية عندما تنظر فيها بتتحرك بحركتك فيها، لكن الصورة الفوتوغرافية هي حبس ظل، ولذلك يسموها ايه؟ عاكس. بس مفيش فيها نية التشبه او المظاهرة لخلق الله. الحديث يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهون بخلق الله، الذين ايه؟ يضاهون بخلق الله، اللي بيعمل حاجة عايز يعملها زي ما ربنا عملها، لكن الصور الفوتوغرافية ليست فيها هذه المسألة، فإن شاء الله ما فيش فيها شيء. شريطة ألا تشتمل على أي منظر لا يليق النظر إليه. الست بتسأل إن جوزها بعت لها فلوس وقال لها اشتري بيها شقة، فهي عملت إنها اشترت أرض ولا خدت أرض زي ما بتقول بوضع اليد والكلام ده كله. هذا لا ينفي أن الزوج له حق في هذا البيت، له حق في هذا البيت، جزء من المال شارك به، وإن كان قد شارك في البداية، إن كان قد شارك في البداية على إنك تجيبي بها شقة وهو وإنت عملت بها بيت، فيبقى إنه له نسبة من المشاركة. واحد من اثنين، إن كان قد وهبك هذا المال وأعطاه لك هبة هنقول له والله ربنا يكرمك، وزي ما اديت فلانة تدي فلانة التانية،
وزي ما وفرت لدي تمن شقة وفر للتانية تمن شقة بحيث ان يكون فيه عدل فيما بين الزوجتين. وتحرصي انت على كده بحيث انه الرجل يوم القيامة ها اذا كان لديه زوجتان ومال الى احداهما جاء يوم القيامة واحد شقيه مائل. فاحنا حريصين على العدل، حريصين على ان كل واحد ياخد حقه. واحط نفسي مكان التانية، انا احب زوجي يتعامل معايا ازاي في مثل هذا الموقف، واتعامل معها بمثل ما احب ان يتعامل معي زوجي. ولا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، والله اعلم. الست اللي بتقول انها كان جوزها بيقول عليها الطلاق لو ما سكتتي مش عارف ايه، فهي اتكلمت وما سكتتش. طيب ليه؟ ليه؟ ليه احنا نوقع انفسنا في الحرج؟ اياك وما يعتذر منه. ولا هو الكلام شهوة ومحبة؟ زي ما بيقولوا كده لسان المرأة كالمبرد كلما استعملته ازداد حدة. ليه؟ ليه ما نحاولش نكون من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. يا اما كلمة طيبة اقولها يا اما اسكت عنها. لكن بالنسبة لهذه الكلمة علي الطلاق مش عارف ايه، ان كان يقصد الطلاق فهو طلاق، وان كان يقصد التهديد يبقى كفر عن يميني بطعم 10 مساكين. بالنسبة لاموال الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل ادعوهم الى شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوا لذلك اطاعوا لذلك، فعلموا ان الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فانهم اطاعوا لذلك فعلموا ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم. ممكن في اموال الصدقات ماشي ان نعطي غير المسلم، اما الزكوات اما زكوات الاموال النبي قال كده تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم، لا يجوز دفع الزكاة لغير المسلم. الصدقة ممكن، قال تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، والاسير بيكون غير مسلم. اما الزكاة فلا يجوز دفعها الا فلا يجوز دفع الزكاة الا للمسلمين. هو كان في سؤال بالنسبة لسؤال الحان المجهري انه هل يجوز للزوج ان يمنع زوجته من هذا الحق ولا يسعى في الحصول على الذرية مع المقدرة المالية؟ يعني ما انزل الله من داء الا وله دواء، ما انزل الله من داء الا وله دواء، فتداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام. فاذا كان هناك طبعا مسألة الذرية والرغبة فيها بتبقى مسألة انسانية، مسألة موجودة في غريزة كل كائن حي، مش هقول حتى الانسان بس، الكائنات ككل عندها غريزة اسمها غريزة الوالدية. فكون واحد يجي يصر على انه لا يمنع زوجته من ان تلجأ الى مثل هذه الامور مع انه عنده قدرة وعنده امكانات، هنا ممكن يكون في نوع من الظلم الى حد ما. يعني واتمنى ان احنا نحط نفسينا او احط اختي او بنتي مكان هذه الزوجة، وما لا اتعامل بقى ان انا بقى زوج وامر ناهي وكلام زي كده. فارجو ان يكون هناك التعاون فيما بيننا وبين بعضنا للوصول الى المعاشرة بالمعروف، وخيركم خيركم لاهلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ايها الاخوة والاخوات ما تيسرت الاجابة عليه من اسئلة حضراتكم واتصالاتكم، ونسأل الله تعالى كما جمعنا واياكم في الدنيا على خير ان يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي على اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.